نورت الدنيا. الحمد لله. أه؟ ترويت تنفسنا نعمة من عند ربي عطاهنا، يا ربي ديمها علينا نعمة. راو أبسط الحاجات أبسط الحوايج، المطرة اللي صبت توا ديغنيغمون تنفسنا بها، تنفسنا بها، نفست بها الناس الكل. الحمد لله الحمد لله. هاكا كنا شيح شيح شيح، ربي في ليلة ونهار روينا. داري رحمة ربي أقرب منها ما ثمش. الحمد لله يا رب. والله خير. شنو أحوالكم؟ صافا الحمد لله لاباس. محلي يا عايشك أحلى أيامك. أنت أحلى عايشك. عامكم مبروك، كل عام حيين بخير. إن شاء الله يا جماعي، إن شاء الله كل عام تحيين بخير وربي يعاونكم وربي يستر. يا فضيلة 2023 قريب نقولوا له باي باي، و 2024 على أبواب تستناش تتمنى. نتمنى الخير للناس الكل، ان شاء الله ربي، ان شاء الله العام الجاي اللي وردنا خير، وان شاء الله ربي يرحمنا بالمطر بالخيرات بالربي ينوب علينا بشويه سميد بالسكر بالزيت. امنيتنا في 2024 امنيتنا حسينا مش ربي ينوب بالسميد والفيرينا امنيت الناس الكل تتمنى فيها، وان شاء الله العام الجاي خير. لك راه بلادي ولا شيء، يعطينا سميد وفيرينا وصحة الأبدان، أهم حاجة إنه واحد يكون صحة الأبدان هي الكل. مبروكة 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 مسعودة. العين سافا الحمد لله. عايشة عشرة ولا جدد ولا عشرة؟ عشرة ربي يديم العشرة يا ربي. من عام لعام كل عام فما حكاية، كل عام فما ها. شنو 2023 شنو 2024؟ باهي الحمد لله يا رب. تحتفل بالرأس العام ولا لا؟ لا 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 تعمل حتى شيء؟ لا نعمل شوي للصغار. شنو تعمل؟ شوي قطو. هاي ياسي، الحمد لله نبداو العام جديد بهكا ان شاء الله. حلو لما بيه ان شاء الله العام حلو علينا وعلى تفضلك صغيرات. عيش ان شاء الله رب تفضلكم الكل والصحة ان شاء الله ديما صحة باش تكمل تخدم على روحك. ديما الصحة بخير وديما هكا ان شاء الله ربي يسترنا. نهاركم لاباس كي تخدم هكا نهار كامل تخلط تاخذ حقك ولا؟ لا لاباس، لا لا باهي نهار مسبوق. الحمد لله الحمد لله. عايش عايش ربي يعينكم وربي يفضلكم وربي يبارك لكم ان شاء الله. انت ثاني ربي يبارك لكم ويفضلك. يعيشك فضيلة ومبروكة. نساء تونس هاو قاعدين يخدموا على رويحاتهم، هاو في عقاب النهار يخدموا على رويحهم. ربي يعينكم ربي يبارك لكم، عامكم مبروك ان شاء الله، و2024 خير من اللي تعدى ان شاء الله يا ربي. ها ويفرحكم ان شاء الله. قل ايجا كلمه نجي ان شاء الله ربي يحفظك على جماعه فلسطين ان شاء الله العام الجاي. قالت لي يهودي ايجا ايجا قرب لي قرب لي قرب لي. قالت لي بالله كليمه نسخيلها شنو مش تطلب. قالت لي امان امنيتي يا ربي جماعه فلسطين ربي يفرج عليهم. كمل لي ايجا كمل لي ايجا هكا هو هذيك امنيتي. عاودي عاودي فلسطين ان شاء الله ربي يفرج عليهم ان شاء الله العام الجاي يبدو في منصوري ان شاء الله ربي ينصر وربي يفرج عليهم يا ربي صغيرة ان شاء الله ربي ينصر خيانا ذا ان شاء الله ربي ينصرها لا لا والله دلوبنا عليهم دم صدقين والله ها خيانا ذا كيف كيف احنا ديما نقولوا تونسي للتونسي رحمة التونسي الخوه رحمة وين ما كان في تونس في البرة من تونس وين ما كان التونسي الخوه فرجوا فيهم حتى الماكلة تعرفي خمسة والله خطرة خيانة ذاك وليداتنا وكل كيكي ربي فرج عليهم يا ربي وتوفى الحرب على فلسطين خاطر بالحق قلوبنا مقطعة عليهم إن شاء الله يا ربي 2024 توفى الحرب هذه نرجع نشوف أخواتنا يعيشوا في الحالة العادية اللي يطلبها أي عبد يعني أي إنسان يطلب أنه يعيش في سلام إن شاء الله يا ربي يفرج عليهم إن شاء الله يا ربي يحفظنا إن شاء الله يحفظ تونس إن شاء الله تونس غدوة خير غدوة 2024 إن شاء الله كل عام أنتم حيين بألف خير وين ما درنا وين ما شفنا الناس كلها تحكي على صحة البدن الناس كلها تحكي على رزق الحلال معناها شفنا حالات اللي بعيدة على يعني متطلبات الحياة اليومية تلقاها منعدمة وين تفرجنا وين مشينا لكن يقول لك الحمد لله يا ربي اللي أعطاني به ربي وأنا أعطيني صحة البدن وأعطيني نوكل وليداتي يا ربي لك الحمد وزيد يقول لك يا ربي فلسطين غدوة خير.